أهلا بكم في هذا الرصد وهذه المتابعة وهذه التغطية التي لم تنقطع منذ هذا الصراع في زمنه الطويل من أكتوبر من العام الماضي، وفي أيضا زيادة هذا المحور المتعلق بلبنان في هذا اليوم. ما زالت الغارات الإسرائيلية مستمرة على الحارة في الضاحية الجنوبية، 6 غارات في 20 دقيقة، وأيضا 700 صاروخ ومسيرة في 3 أيام على إسرائيل. إذن الغارات والغارات المتبادلة مستمرة، ونحن خلال هذه التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية نبدأ من تلك المصادر التي قالت الحدث إن القيادي بحزب الله هاشم صفي الدين قتل في غارة الجمعة أمس على الضاحية الجنوبية، وأشارت المصادر إلى أن ضباطا في الحرس الثوري الإيراني قتلوا مع هاشم صفي الدين في غارة الضاحية. في هذه الأثناء نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني لبناني قوله إنه لا يتسنى الوصول للقيادي في حزب الله هاشم صفي الدين منذ الضربة الإسرائيلية أمس الجمعة. كما نقلت 3 مصادر أمنية أن الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تمنع رجال الإنقاذ من الوصول إلى موقع الضربة التي يشتبه بأنها استهدفت صفي الدين. معلومات جديدة كشفت عنها صحيفة يدعوت أحرنوت بخصوص الغارة الإسرائيلية الجديدة على ضاحية بيروت التي استهدفت قادة من حزب الله. حسب الصحيفة فإن الهجوم استهدف هاشم صفي الدين، الشخصية المرشحة لخلافة حسن نصر الله في قيادة حزب الله، وكان معه حسب الصحيفة رئيس مخابرات الحزب المعروف بلقب مرتضى، كما استهدف محمد رشيد سكافي قائد منظومة الاتصالات في حزب الله حسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي. الغارة الإسرائيلية استهدفت عمقا أكبر من العمق الذي قتل فيه نصر الله، واستخدم سلاح الجو الإسرائيلي في الهجوم 73 طنا من القنابل. ترجيحات الصحيفة تشير إلى أنه لا فرصة للنجاة من الهجوم، سواء عبر انهيار المخبأ أو تسرب الغازات التي تؤدي للاختناق. لكن من هو هاشم صفي الدين؟ إنه قيادي من الصف الأول في حزب الله، وحاليا هو رئيس المجلس التنفيذي في الحزب، ابن خالة نصر الله وشديد الشبه به شكلا، لكنه أكثر تطرفا منه بحسب عدة مصادر. إنه حلقة وصل مهمة بين حزب الله وإيران، وتربطه علاقة مصاهرة مع أصحاب القرار في طهران. فقد تزوج رضا نجل هاشم صفي الدين زينب ابنة الجنرال السابق في الحرس الثوري قاسم سليماني. أما شقيق هاشم صفي الدين عبد الله فهو ممثل حزب الله في طهران. وبداية من العام 2017 صنفت واشنطن هاشم صفي الدين إرهابيا أجنبيا. هذا وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه هناك محاولات في لبنان للتحقق ما إذا كان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قائني قد أصيب في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. ويذكر أن آخر ظهور لقائد فيلق القدس كان في مكتب ممثل حزب الله في طهران عبد الله صفي الدين، وتحديدا بعد 2 من مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. نبدأ في التواصل مع مراسلين المنتشرين والمتواجدين على الأرض على الجانبين، جانب اللبناني والجانب أيضا من ناحية إسرائيل. أبدأ من حيفا الصحفية هبة مصالحة. هبة أهلا بيكي. سمعنا أن هناك قصف لرامات ديفيد في جنوب حيفا وأيضا لصفد، ماذا أيضا يعني ما تلك الأماكن التي استهدفت خلال هذا النهار؟ نعم بالفعل، ونتحدث عن صواريخ متوسطة المدى، 3 استهدافات بصواريخ متوسطة المدى. الرشقة الأولى استهدفت حيفا وخليجها، سقط صاروخ وتم اعتراض آخر، وأيضا وصول هذه الصواريخ إلى منطقة في سهول مرج ابن عامر لناحية القاعدة الجوية لسلاح الجو الإسرائيلي في سهول مرج ابن عامر. وبيان حزب الله تحدث عن قاعدة رماد دافيد
العبيد في تلك المنطقة بالقرب من مدينة العفو لسمعت صافرات الإنذار على طول المناطق والبلدات هناك، وأيضا الرشقة التي استهدفت كرمائيل في الوسط الجليل. نتحدث عن عدد من الإصابات وأيضا نتحدث عن عدد من الحرائق اندلعت نتيجة هذه الرشقة. أكثر من 30 صاروخا استهدفت تلك المنطقة، وهذه المنطقة معروف بتواجد لقواعد عسكرية هناك، يعني نتحدث عن إصابات في صفوف المدنيين ونتحدث عن تضرر للمنازل بالقرب من مدينة كرمائيل في المركز الجليل أو في الجليل الأوسط، بالإضافة أيضا إلى اندلاع للحرائق وأيضا الحديث عن سقوط لمنطقة روشبينا وهي شرقية مدينة صفد، والتي أيضا استهدفت برشقة صاروخية باتجاه هذه المدينة، حيث تتواجد أيضا قاعدة في جبل الجرمة قاعدة رمون، والتي لطالما كان حزب الله يستهدف هذه المنطقة، بالإضافة أيضا إلى سماع صافرات الإنذار وأيضا لسقوط لصواريخ بمناطق فيما يسمى بإصبع الجليل في منطقة كريات شموني كفارق العادي، وأيضا سمعت صافرات الإنذار على طول البلدات في الجليل الغربي نتيجة أيضا رشقة صاروخية أخرى. نتحدث عن أكثر من 9 عمليات قام بها حزب الله منذ ساعات الصباح حتى الآن، هناك رشقات صاروخية منها صواريخ قريبة المدى وقصيرة المدى ومنها متوسطة المدى. حتى الآن لا يوجد تعليمات جديدة على صعيد الجبهة الداخلية في إطار التصعيد المستمر وفي إطار أيضا العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في المناطق جنوب لبنان. صباح هذا اليوم كانت تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية باشتباك من مسافة صفر بين قوات حزب الله وأيضا الجيش الإسرائيلي في مارون ومارون الراس ويرون، بالإضافة أيضا إلى قصف مدفعي باتجاه البلدات في القطاع الغربي والقطاع أيضا الشرقي. تقول وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر كانت رسالة وصلت إلى أهالي الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة بأن العملية البرية في جنوب لبنان ستستمر 3 إلى 4 أسابيع ولن تستمر لأشهر، وأنها ستؤدي بنهاية المطاف إلى التوصل لتسوية سياسية وبالتالي أيضا التوصل على صعيد الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة في إطار أيضا صفقة لتبادل الأسرى. هبة، هل يعلن عن أي ضرر نتيجة هذه الصواريخ والاستهدافات لصواريخ حزب الله؟ يعني هل الإسرائيليون يعلنون بشكل أو بآخر عن حجم الضرر؟ يعني في الرشقة الأخيرة نتحدث عن أكثر من 10 إصابات نتيجة هذه الرشقة في منطقة كرمائيل. يعني الجيش الإسرائيلي عادة لا يعلن إذا ما كان هناك تضرر للقواعد العسكرية، ولكن على صعيد المدنيين يعني تصدر بيانات من الإسعاف الإسرائيلي تحدث عن 10 إصابات بتلك المنطقة، بالإضافة أيضا إلى المشاهد الفيديو والتي كنا قد رصدناها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى عدد كبير من الحرائق في إصبع الجليل في روشبينا وأيضا في الوسط الجليل. نتحدث أيضا عن 8 فرق إطفاء تتعامل مع هذه الحرائق في كرمائيل فقط، عدا عن أن أيضا الإطفاء الإسرائيلي كان قد أشار إلى عدم قدرة وصول الطائرات الإطفاء إلى منطقة إصبع الجليل نتيجة الصواريخ التي تطلق باتجاه هذه المناطق. ما زال الحرائق مندلعة في تلك المنطقة، ولكن على صعيد القواعد العسكرية لا يوجد أي بيانات سوى البيان الأخير الذي تحدث عن إصابة 34 جنديا في إطار الجبهة الشمالية. صباح هذا اليوم تحدث المتحدث باسم الجيش عن إصابة 34 جنديا في إطار العمليات على صعيد الجبهة الشمالية، ولم يحدد إذا ما كانت هي في إطار العملية البرية أم هي في إطار أيضا الرشقات الصاروخية. أشكرك هبة مصالحة من حيفا. هبة شكرا جزيلا لك. قال الجيش الإسرائيلي إن قواته شنت خلال الليل ضربة جوية على مقاتلين من حزب الله داخل مسجد في جنوب لبنان في أول قصف من نوعه منذ بدء تبادل إطلاق النار بين إسرائيل والحزب قبل عام. وقال الجيش في بيان إنه بتوجيه من استخبارات الجيش الإسرائيلي قصفت القوات الجوية ما قالت إنهم عناصر من حزب الله كانوا ينشطون داخل مركز قيادة يقع داخل مسجد مجاور لمستشفى صلاح غندور في جنوب لبنان.
يا صفية يا حالة يا حالة يا قصف الجيش الإسرائيلي منزلا سكنيا في جنوب لبنان ما أدى إلى تدميره بالكامل. جاء هذا بعد أن وجهت إسرائيل عدة إنذارات لإخلاء بعض المساكن والقرى في جنوب لبنان. أعلنت لجنة إدارة الكوارث في محافظة الشمال بلبنان أن عدد النازحين في مراكز اللواء وصل إلى 14,000، وأشارت التقديرات إلى أن عدد النازحين بين محافظتي الشمال وعكار وصل إلى ما يقرب من 200,000 توزعوا على البيوت السكنية ومراكز اللواء، في حين بلغ عدد النازحين في إقليم الخروب نحو 55,000، معظمهم توجهوا إلى وحدات سكنية تم تأمين أو استئجارها. قال رئيس إقليم البقاع لفرق الإسعاف والطوارئ في الصليب الأحمر للحدث، قال إن توسع الصراع واحتدام القتال في جنوب لبنان أدى إلى استنفار الصليب الأحمر وفتح خط الاستجابة على مستوى البلاد. على الجنوب اللبناني الأعمال التخريبية والاعتداءات على الجنوب اللبناني، ومن بعد ما توسعت العمليات وزاد العنف هناك، الصليب الأحمر أعلن حالة الطوارئ وبلش فتح خطة الطوارئ والخطة الاستجابة الوطنية. كرمال هيك صار في عنا استنفار أكيد على صعيد لبنان كله وجهوزية تامة على صعيد لبنان. لنفوت بشق البقاع لأنه أنا مسؤول عن البقاع. نحن أول قطاعات صار في استنفار على كل القطاعات بالصليب الأحمر وخاصة العملية على الأرض. وكان أوله هو قطاع فرق الإسعاف والطوارئ اللي هو أول شخص بيكون على الأرض. قطاع الإسعاف والطوارئ نحن بالبقاع نحن 8 مراكز. مبدئيا نحن حوالي 350 مسعف مستنفرين على الأرض و 38 سيارة إسعاف 24/24 مشتغل، نحن متطوعين أكيد. دعا وزير الصناعة اللبناني جورج بشكيان المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف حربها على لبنان والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مؤكدا أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لوقف الحرب وخفض التصعيد في الشرق الأوسط. أكيد دائما الحل الدبلوماسي هو المطروح على الطاولة، هو الحل الدبلوماسي هو السليم،
ضمن القرارات الدولية يلي كلنا بنعرف شو عم يصير فيها القرارات الدولية، وقصة وقف اطلاق النار هيدي الموضوع يلي هي ضروري وأساسية. فللأسف الموضوع متروك بهيدا، وفي عنا شيء ننطلق منه هو البند 1701 اللي صادر على 1700 من الأمم المتحدة، هو شرط أساسي لنقدر نخلص ويطبق من الجانبين، الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني. جنوب لبنان مراسلتنا هناك ناهد يوسف. ناهد أهلا بك. وإلى بيروت أيضا موفدتنا كريستيان بيسري. كريستيان أهلا بك. أبدأ مع ناهد. ناهد، خارطة الغارات الإسرائيلية على الجنوب اليوم. محمود، اليوم عاد تركيز سلاح الجو الإسرائيلي على البلدات الحدودية في إطار الاستهدافات اليومية لهذه البلدات، هذه البلدات التي كانت تستهدف في بداية الحرب وبعدها بات الدخول إلى العمق الجنوبي. اليوم مع الإعلانات عن التوغل البري أو المحاولات المتكررة لهذا التوغل البري، عادت الاستهدافات إلى البلدات الحدودية، سلسلة من الغارات كانت شنت عليها. نتحدث عن عيت الشعب، عن يارون، الطيري، بيت ليف، رامياك، فرحمام، كل هذه بلدات حدودية تم استهدافها بالطائرات الحربية، بالإضافة إلى القصف المدفعي من معظم المرابط المدفعية التي تقع في هذه المواقع الإسرائيلية على الشريط الحدودي، تكثف من استهدافاتها للبلدات الحدودية تحديدا عيت الشعب ويارون ومارون الراس، بالإضافة إلى كفركلا والعديسي في القطاع الشرقي. عدد المحاولات الدخول البري لا تزال مستمرة في أكثر من نقطة. محمود، كان الحزب أعلن اليوم عن استهدافه دبابة ميركافا بصاروخ موجه دخلت إلى سهل بلدة مارون الراس، أيضا تجمع لجنود إسرائيليين في بلدة يارون أيضا تم استهدافهم برشقة صاروخية، بالإضافة إلى منطقة العديسي التي كان هناك محاولتي تسلل إليها، الأولى التي أعلن عنها حزب الله في ساعات ما بعد منتصف الليل حينما تقدمت قوة إلى محيط بلدية العديسي، أي أنها دخلت البلدة إلى محيط بلدية العديسي. هناك تم الاشتباك مع مقاتلي حزب الله، وبعدها أثر هذه الاشتباكات حصل انفجار ضخم ما أدى إلى تراجع هذه القوات الإسرائيلية. بعدها بثلاثة ساعات عادت وتقدمت إلى محيط البلدية أيضا، واشتبك معها مقاتلو حزب الله من مسافة صفر. هذه كلها طبعا ننقلها نقلا عن بيانات حزب الله التي تصدر تباعا حول هذه المواجهات مع القوات الإسرائيلية. حزب الله كثف أيضا من استهدافاته للمواقع على طول الشريط الحدودي، وأطلق صاروخي فلق باتجاه تلة سعسع هذه التي تقع خلفنا والتي هي قريبة أو محاذية لبلدة يارون، وبالتالي هو يستهدف هذه المواقع القريبة من البلدات التي تحاول إسرائيل الدخول عبرها. ولكن هذا لا يعني أن أيضا الرشقات الصاروخية للداخل الإسرائيلي توقفت، بل هي تتواصل. آخر رشقة كنا سمعناها أو رصدناها منذ حوالي الساعة إلى العمق الإسرائيلي، هو كان أعلن بأنه استهدف مدينة صفد، وصباحا قال بأنه استهدف قاعدة رامات دافيد الجوية بصواريخ فادي واحد البعيدة المدى، بالإضافة إلى استهدافه تجمعات لجنود إسرائيليين في عدد من المستعمرات ككرمائيل وكفر جلعادي وكفر يوفال، هي من ضمن الاستهدافات. ومؤخر أو آخر بيان كان أعلن عن استهدافه مرابط المدفعية الإسرائيلية في حرجدان، هذه المرابط أو هذه المستعمرة تقع في القطاع الشرقي، حيث أيضا تتكثف المدفعية الإسرائيلية على البلدات الجنوبية في ذلك الإطار. الغارات أيضا كانت
توغلت إلى العمق الإسرائيلي أو وصل عفوا إلى العمق الجنوبي بغارة منذ بعض الوقت على بلدة البازورية، وصباحا غارة استهدفت دراجة نارية قتل فيها شخص في بلدة أرزون في جنوب لبنان. لذا تتواصل هذه الغارات في العمق الجنوبي، ولكن اليوم التركيز الأكبر لسلاح الجو الإسرائيلي على هذه البلدات الحدودية. أيضا الغارات لم تتوقف على الضاحية الجنوبية. كريستيان بيسري تعطينا تفاصيل أكثر. كريستيان، 6 غارات على الضاحية خلال 20 دقيقة، ربما كنا نتحدث عن هذه المعلومة قبل قليل، لا ندري هدأت الأمور أم ما زالت هذه الغارات متواصلة؟ أهلا بك محمود. حقيقة لا تزال هذه الغارات متواصلة، وآخرها منذ قليل على حي الجورة في برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، على مدخل مخيم برج البراجنة. وعلى ما يبدو تم استهداف قيادي في حركة حماس، ولكن لم تعرف هويته بعد. وأيضا هذا الاستهداف أدى إلى سقوط قتيل وجرحى، بما أن هذه المنطقة منطقة مكتظة بالسكان، هي منطقة شعبية، ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي إنذار بشأن هذه الغارة. وبات معلوما بأنه ينذر المواطنين عندما يريد أن يستهدف مخازن أسلحة وغيرها، ولكن عندما يريد أن يستهدف شخصيات لا يتم إخطارهم بأي شيء. وبالتالي الغارة الأخيرة التي سقطت منذ قليل على حي الجورة في مخيم برج البراجنة استهدفت قياديا في حماس. هنا أشير محمود أيضا إلى أنه الغارة التي استهدفت طرابلس تحديدا في مخيم البداوي في شمال لبنان أيضا استهدفت قيادي في حماس، ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 من أفراد أسرته. هذا بالإضافة طبعا بالعودة إلى ضاحية بيروت، إلى غارات أخرى كنا ذكرناها بالسابق. غارات برج البراجنة كان له النصيب الأكبر اليوم من الغارات، يعني حوالي 3 غارات على برج البراجنة، أيضا على حي السلم، وكذلك على حي المريجي، حيث يعني سقطت غارة ومن ثم مسيرة استهدفت مسعفين الذين كانوا يهرعون إلى المكان لرفع الأنقاض، ولكن لم تسجل أي إصابات. وبالتالي ما نلحظه محمود بأنه الغارات لا تزال على نفس وتيرة غارات الليل. يعني بالأيام الماضية كنا نلحظ بأنه الغارات الأكثر كثافة والأعلى وتيرة تتركز بساعات الليل تحديدا بعد منتصف الليل، ولكن اليوم كان الوضع مغايرا نوعا ما، لأنه أيضا الضاحية الجنوبية شهدت سقوط غارات منذ ساعات الصباح الأولى، وهي كانت يعني بوتيرة متصاعدة، وهذا ما لم نشهده في الأيام الماضية. كريستيان، يعني قبل قليل الجيش الإسرائيلي أكد فعلا مقتل محمد حسين علي المحمود ذراع حماس في لبنان، وهذا الذي أنت كنت تتحدثين عنه، فالجيش الإسرائيلي أكد مقتله بشكل كبير. طيب ناهد يوسف، هنا المسألة بالأمس ناهد كنا نتحدث على الأقل هناك بعض البيانات التي كانت تخرج بين الحين والآخر من حزب الله، هل فعلا اليوم في أي بيانات صدرت؟ هل في حراك ما ملحوظ؟ يعني البيانات التي يصدرها حزب الله محمود هي البيانات التي تتعلق بالعمليات التي يقوم بها وبالاستهدافات التي يقوم بها، هو لا يتطرق إلى أي معلومات أخرى أو إلى أي تصريحات سياسية. كل ما يصدره تحديدا يتعلق بالعمليات، بهذه الرشقات الصاروخية، ما هي الأهداف التي قام باستهدافها إن كان في العمق الإسرائيلي أو على الشريط الحدودي، وحول المواجهات التي تتواصل بين مقاتليه وبين القوات الإسرائيلية التي تحاول التسلل. هذا هو كل ما يصدر عن حزب الله في هذه الأثناء من بيانات، يعني ليست هناك من تصريحات رسمية أو بيانات نعي لأي من عناصره أو قياديه، كما حصل يوم أمس بإصداره نعيا للمسعفين الذين تم استهدافهم في أكثر من نقطة. وهذا أمر أيضا لافت محمود، تكثيف إسرائيل لاستهدافاتها للمسعفين وللأطقم الطبية ولحتى محيط المستشفيات، الأمر الذي دفع لخروج عدد من المستشفيات عن العمل وتوقفها عن العمل في جنوب لبنان. هنا تبقى في هذه المنطقة ككل فقط كان هناك مستشفى صلاح غندور الذي حصل فيه إشكالية كبيرة يوم أمس، كان هناك استهداف بمحيط هذا المستشفى. هذا المستشفى يقع في مدينة بنت جبيل القريبة لنا، أصيب 15 شخصا بين أطباء وممرضين، وكانت هناك أعداد من الإصابات البليغة. حاول الصليب الأحمر الدخول
سحب هذه الإصابات إلى مستشفيات أخرى، وطلبت الصليب الأحمر من القوات اليونيفيل التنسيق مع إسرائيل من أجل السماح بدخولها إلى المستشفى. إسرائيل رفضت إعطاء هذا الإذن، وبالتالي بقيت المفاوضات لحوالي ساعتين حتى وافقت إسرائيل على دخول الصليب الأحمر إلى بنت جبيل لإخلاء هذه الإصابات إلى مستشفيات أخرى. وبالتالي أيضا هناك أعداد غادرت، أعداد من الأطقم الطبية غادرت هذه المستشفى، لم يتبقى في هذه المنطقة سوى مستشفى تبنين الذي هو في الأساس ممتلئ بالمرضى وبالإصابات وبالجرحى، وليس هناك من إمكانية لاستيعاب إصابات أخرى. وبالتالي هذه بالفعل إشكالية لهذه المنطقة مع توقف بقية المستشفيات أو إخلاء بقية المستشفيات وخروجها عن العمل نهائيا. كريستيان، حركة النزوح من بيروت وكيفية التعامل أيضا مع وصول المساعدات إلى هؤلاء النازحين، هل لمستي خطة عمل ما تعامل مع هذه المسألة بشكل مهني؟ بالفعل محمود، لا تزال هذه المساعدات يعني تتدفق على لبنان، كان آخرها من طائرة إماراتية واستلم المساعدات وزير الصحة. أيضا هناك مساعدات ستأتي غدا من مصر، كذلك مساعدات طبية وإنسانية، إضافة إلى مساعدات بقيمة 157 مليون دولار أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إن كان يعني المحتاجين لها أو حتى للجمعيات والأهالي الذين يستقبلون هؤلاء النازحين. الحكومة كانت يعني شكلت لجنة لإدارة عمليات التعامل مع الكوارث والأزمات، وحتى الآن يعني المساعدات تأتي من للحكومة وهي التي تقوم بتوزيعها، يعني يستلمها بشكل خصوصا المساعدات الطبية يستلمها وزير الصحة في رأس الأبيض، وأيضا وزير الشؤون الاجتماعية. ولكن هذه المساعدات بحسب الحكومة لا تلبي الاحتياجات المطلوبة، لأن العدد يتزايد كل يوم. يعني كنا بالأمس نتحدث عن أو منذ يومين نتحدث عن 1 مليون نازح، اليوم العدد ارتفع إلى 1,250,000 نازح، وبالتالي ارتفاع العدد يقضي أيضا برفع المساعدات من أجل تأمين هذه الاحتياجات. ولأن الخطط الموضوع ليست خطط طويلة الأمد، يعني يتم التعامل بحسب كل المعنيين الذين التقيناهم وسألناهم تحديدا عن هذا الموضوع، يتم التعامل مع هذه الأزمة بشكل أسبوعي، يعني لا خطة بعيدة الأمد للتعامل معهم. وبالفعل نلحظ ذلك بأنه ليس كل النازحين مسجلين رسميا، مراكز الإيواء لا تضم أو لا ليس لها سعة استيعابية لكل هؤلاء النازحين. الكثير منهم إما استأجر شققا، طبعا نتحدث عن ميسوري الحال، أو يعني نزحوا باتجاه أقاربهم، ولكن أيضا العدد الأكبر لا يزالون في الشارع، يعني البعض افترش الطرقات في الساحات، البعض نصب خياما عند شواطئ البحر. تحديدا مثلا النازحين من غير اللبنانيين، كانت قالت الحكومة بأنها ستسلم يعني هذا الملف إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل أن تهتم بهم. وبالتالي يعني هو ملف شائك لأنه يزداد صعوبة، والحكومة ليس لها خطة طويلة الأمد وليس لها الإمكانيات بطبيعة الحال للتعاطي معه. بشكرك مفادتنا إلى بيروت كريستيان بيسري. كريستيان شكرا جزيلا لك، وناهد يوسف مرسلتنا في الجنوب. ناهد شكرا جزيلا لك. ناهد، استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان نظيره الفرنسي في العاصمة السعودية الرياض، وتبادل الوزيران كافة الرؤى حيال المستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات على الساحة اللبنانية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانب السعودي والفرنسي. نفل على الكويش.
זה הכתב"ם שלא התפוצץ, נפל על הכביש. نقلت يدعوت أحرنوت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الهجوم على إيران وشيك، مشيرين إلى أن الطائرات الأمريكية لن تشارك في هذا الهجوم، لكن يبقى التنسيق موجودا. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل أجرت اتصالات مع حلفائها وقادت الجيش صباحا لتنسيق الرد على إيران. في غضون ذلك قالت صحيفة يدعوت أحرنوت إن قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي مايكل كوريلا يزور إسرائيل خلال الساعات المقبلة. وأفادت الصحيفة بأن كوريلا سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين التنسيق مع تل أبيب في هجومها المحتمل على إيران. نقل موقع والا الإسرائيلي عن مصادر داخل القيادة العسكرية للجيش إن هناك قرارا بتوجيه ضربة انتقامية إلى إيران بطريقة مباشرة وكبيرة من دون تحديد كيفية القيام بذلك. ووصفت هذه المصادر الهجوم على إيران بأنه سيكون جديا ومهما وليس حدثا جانبيا، متحدثة عن توصية واسعة لدى الجيش للرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية مع تقليل المخاطر. التقرير أشار إلى أن أنظمة الدفاع الإسرائيلية أثبتت نفسها خلال الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع قبل أيام، وفي الوقت نفسه تجرى عمليات لإحباط نقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله عبر سوريا واليمن. هذا وكانت CNN نقلت عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن إسرائيل لم تقدم ضمانات لإدارة جو بايدن بأن استهداف المنشآت النووية الإيرانية أمر غير وارد. وأضاف المسؤول الأمريكي أنه من الصعب معرفة ما إذا كانت إسرائيل ستستخدم ذكرى هجمات حماس في 7 أكتوبر لمهاجمة إيران. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن هناك مبادرات بشأن وقف إطلاق النار، وأنه قد أجرى مشاورات بهذا الشأن معربا عن أمله في أن تصل إلى نتيجة. وشدد عراقجي عقب لقائه نظيره السوري بسام الصباغ على ضرورة أن تكون هناك مساعي جماعية من المجتمع الدولي لوقف جرائم إسرائيل، ومضيفا أن إسرائيل لن تقوم أو تفهم سوى لغة القوة، وذلك في ظل استمرارها في الأعمال العدائية ضد لبنان وغزة. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن بلاده تنسق بشكل متواصل مع الحكومة السورية فيما يتعلق بمستجدات المنطقة. أناقش هذا المحور مع ضيفي من بيروت، الكاتب الصحفي السياسي الأستاذ جوني منير. أستاذ جوني أهلا بك. ومن عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل أهلا بك. هل الأجواء في إيران يمكن أن تفضي أو توضح أو تشي بأن ثمة رد يمكن أن يكون إسرائيلي على إيران في هذا التوقيت؟ لأن البعض الكتابات اليوم تتحدث على أنه هناك إحساس بالطمأنينة في الداخل الإيراني، وكأن ثمة ضمانات أو صفقة غير معلنة ما بين الأمريكيين والإيرانيين تشي بأن إسرائيل لن ترد في الفترة القادمة. سؤال لي أنا ولا دكتور نبيل العتوم؟ مساء الخير دكتور محمود، تحية لك ولضيفك العزيز. يعني فعليا الإيرانيين عادة يعودون على دبلوماسية تضخيم المخاطر عبر محاولة تعبئة الرأي العام الإيراني، لكن فعليا كما تفضلت هنالك حالة من الطمأنينة
بعض التحليلات تتحدث عن عدم قدرة إسرائيل على شن هجوم واسع على الجانب الإيراني لأنها تدرك تبعات ذلك، وتحاول أن تربط طبيعة ما جرى بالرد الفعل الإسرائيلي بعد هجوم 14 أبريل الذي قامت به إيران على الجانب الإسرائيلي، ورد الفعل الإسرائيلي بأنه لم يكن ردا شاملا. في واقع الأمر دكتور محمود، يعني المعروف أنه لا يمكن التعويل على ذلك، خصوصا أنه هنالك لهجات تصعيدية من جانب إسرائيل بشكل غير مسبوق من حيث تسريبات للأهداف وطبيعة الضربة ومستوى الرد من جانب إسرائيل، خصوصا انه يعني وسائل الاعلام الاسرائيليه تتحدث عن بيانات للجيش الاسرائيلي كما تفضلت قبل قليل، هو سوف يكون هجوم كبير او هجوم غير مسبوق على منشآت متعدده داخل ايران، مع عدم وجود حتى تطمينات حول احتماليه استهداف البرنامج النووي الايراني. في حال صدق هذه الرؤيه نحن امام سيناريوين اثنين فعليا، السيناريو الاول هل سوف يكون هذا الهجوم هو هجوم واسع النطاق ام هجوم دعني اسميه محدود النطاق؟ هذا يعتمد على طبيعه الاهداف التي تريد اسرائيل استهدافها داخل العمق الايراني، لانه هذا بشكل فرصه ذهبيه لتل ابيب لاستهداف البرنامج الصاروخي الايراني، برنامج الطائرات المسيره الايرانيه، وايضا هجمات الكترونيه قد تكون غير مسبوقه على غرار 2010 اذا كنت تذكر دكتور محمود ما يتعلق بالهجوم الفيروسي ستاكس نت للمنشات النوويه الايرانيه. لكن في نهايه المطاف الاجواء تشي بانه ربما الاسرائيليين سوف يتجاوزون حالة الإيقاع التي تريدها واشنطن في هذه الضربة، خاصة مع وجود أهداف حيوية تعتبر للجانب الإسرائيلي مثل استهداف الأقمار الصناعية الإيرانية ذات الاستخدامات العسكرية، ضرب قواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني. وأنا أريد هنا أن أنوه إلى نقطة مهمة، أنه بعض القواعد التابعة للحرس موجودة في مناطق السدود الرئيسية في إيران، وهذه قد تشكل كارثة حقيقية بالنسبة للجانب الإيراني. والجانب الثالث هو من أين سوف تنطلق، هل سوف تنطلق الطائرات الإسرائيلية فقط من إسرائيل أم سوف تكون هنالك منطلقات من خلال أذربيجان أو جورجيا التي ترتبط باتفاقيات دفاعية وعسكرية فيما يتعلق خاصة فيما يتعلق بإيران. طيب أستاذ جون، يعني زيارة الأمس لعراقجي إلى بيروت أعطت انطباعا عكس الذي أريد منها، بمعنى أريد منها أن تعطي انطباع الاهتمام ومواصلة الدعم لحزب الله، ولكن فهم منها أنها هي رسالة تخلي، بمعنى قيل لميقاتي اذهبوا وقدموا وتحدثوا أنتم عن لبنان، وفي نفس الوقت ليس هناك جديد فيما يتعلق بالدعم الذي كان مرجو منها. كيف وصلك يعني بعد يوم من مغادرة وزير الخارجية؟ هل كانت اهتمام أم كانت من تحت الطاولة رسالة تخلي حقيقية؟ أولا أعتقد أن زيارة عراقجي إلى بيروت يعني حملت دلالات عدة. طبعا هي جاءت في إطار حمل رسالة، بس لكن بداية كان ملاحظا أن عراقجي وصل إلى بيروت ولم يصاحب ذلك طائرته نزلت، ولم يصاحب ذلك أي غارة إسرائيلية سبقت أو لحقت أو خلال وجود عراقجي في بيروت. وحسب ما تنام إلي بأن الوزير الخارجية الإيراني أخذ حرص على أن يأخذ ضمانات، لست أدري بأي طريقة، من الولايات المتحدة الأمريكية بعدم التعرض لطائرته خلال وجوده في بيروت، وهو ما حصل وهو ما أمن زيارته. وهذه يعني إشارة، إذا كان ليست إشارة هذه معلومة شديدة الدلالة تقرأ في إطار التنسيق، أنه من يرى أنه ليس هناك تنسيق أمريكي إيراني فهو خاطئ، والدليل في إبريل الماضي لو تذكر وأعلن بعد ذلك أن كانت هناك وساطات عبر سلطنة عمان في هذه المسألة. فإذا الإشارة التي أشرت إليها أستاذ جوني هي إشارة شديدة الأهمية، ليست هناك غارات في هذا التوقيت، نزلت طائرة الرجل في المطار ولم يتم اعتراضها، غادر بسلام إلى سوريا ولم يتم اعتراضه. تفضل. الإشارة الثانية أن عرفجي عندما جاء إلى بيروت حسب ما فهمت أن لقاءه مع الرئيس ميقاتي لم يكن وديا، ربما لم يكن متشنجا بقدر ما سرب في الإعلام، لم تكن هنالك مواجهة، لم تحصل مواجهة، لكن لم يكن وديا بالتأكيد. هو تحدث طلب
مساعدة لبنان، طلب أن لبنان يقوم بالضغط عبر الأطر الدبلوماسية من أجل على الأمم المتحدة وأيضا على جامعة الدول العربية وفي المحافل الدولية. وكان جواب الرئيس ميقاتي أنه لبنان مجلس الأمن اجتمع مرتين وهذا ما صدر عنه، وأيضا نقوم بالضغط الكافي على المستوى الدول العربية من أجل وقف إطلاق النار لتحريك المفاعل. لكن المسألة ليست هنا، وهنا الإشارة الأهم أن وزير الخارجية الإيراني ربط كما تحدث خارجا بين موضوع غزة، وقف إطلاق النار في غزة ووقف إطلاق النار في لبنان، فيما وهو ما يناقض ما كان موقف لبنان الرسمي قاله، فيما الرئيس ميقاتي قال له نحن لدينا خارطة الطريق وهي موضوعة ونتصرف على أساسها. الإشارة الأهم، لأن هذا يطال الرئيس نبيه بري، عندما ذهب عند الرئيس بري وتحدث خارج عندما كان خارجا من هناك، كان واضحا أن الإشارة التي حملها إلى الرئيس بري أن فصله ما بين وقف إطلاق النار في غزة ووقف إطلاق النار في لبنان هو ليس كما تريده إيران، بل تحدث أكثر، ذهب أبعد من ذلك. للمرة الأولى مسؤول إيراني يزور بيروت ويقول أنه يذكر أنه لمصلحة الشيعة في لبنان. في العادة كان يجري الكلام عن المصلحة اللبنانية ولم يكن التطرق إلى موضوع المذاهب الطائفية. الآن تحدث مباشرة وكأنه أراد أن يقول، وأعتقد أن هذا ما قاله، أن الطائفة الشيعية برمتها هي في يعني هي يعني يجري استهدافها وليس فقط حزب الله. وهو الكلام الذي قيل للرئيس بري لكي لا يذهب بعيدا، ومن الواضح أن كلامه في الخارج جاء عكس كلام الرئيس بري. فإذن مهمة زيارته إلى بيروت جاءت من أجل إعادة ضب الموضوع الكامل الساحة الشيعية خلف حزب الله، وبالتالي أن يكونوا بوتقة واحدة على أساس أن الشيعة مستهدفين وليس حزب الله، وأيضا لوقف المسار الذي كان قد تولاه الرئيس ميقاتي مع الرئيس بري وليد جملاط من أجل الذهاب إلى وقف إطلاق النار منفرد عن موضوع غزة، أو حتى 1701، لأنه زوال 1701 وفق ما تقتضيه وترتئيه المقاومة، ما يعني أن التفسير وهنالك إشكالية في تفسير تطبيق 1701. طيب دكتور نبيل، إشارات شديدة الأهمية وهي فكرة الفصل، يعني دائما هل هي عدم خبرة لوزير خارجية عباس عراقجي؟ يعني عبد اللهيان ما كان يمكن أن يقول هذا الكلام مثلا، يعني كنا نعتاد على أنه يتحدث عن لبنان، لبنان الدولة دون تقسيم ما بين الطوائف في لبنان. عباس عراقجي أكثر صراحة يتحدث عن أن الدعم لحماية الطائفة الشيعية في لبنان، وكأنه رسالة إلى داخل لبنان إلى بقية الطوائف الأخرى أنها لا تنتهز الفرصة وتبدأ تصفي حسابات داخلية مع هذه الطائفة في الداخل اللبناني. هل يمكن فهم الأمر بهذه الطريقة؟ هل هي عدم خبرة وزير ولا استراتيجية كبرى يمكن أن يكون الوزير بيطبقها؟ هي استراتيجية يطبقها الوزير. هو الوزير عراقجي يمثل وجه الثورة الحقيقي، خصوصا مع تصاعد وتيرة التهديدات ضد المشروع الإيراني برمة الموجود في المنطقة، خاصة ما يتعلق بوجود الطائفة الشيعية في لبنان على أساس أنها هي رأس الحربة بالنسبة للمشروع الإيراني، وأي استهداف لهذه الطائفة اللي هي لديها سيطرة سياسية أو وجه سياسي من خلال تغلغلها في مؤسسات صنع القرار اللبناني من ناحية، وأيضا موجودة هي من خلال أنها جيش مسلح وليس فقط على مجرد ميليشيا، بالإضافة إلى دور حزب الله المهم والخطير دكتور محمود، لأنه الآن بعد مقتل قاسم سليماني شعرت الدولة الإيرانية وبالذات الباسدران الحرس الثوري الإيراني بنقطة ضعف شديدة نتيجة غياب هذا الرجل، وبالتالي تم إكال جميع الملفات المتعلقة بالمنطقة إلى حزب الله اللبناني. يعني حزب الله اللبناني ليس فقط مسؤولياته ووظيفته متعلقة في لبنان ومواجهة أو مقارعة إسرائيل كما هو معلن، بل أنه الملف اليمني والملف العراقي والملف السوري هو أحد الملفات المهمة التي نقلت إلى غرفة العمليات التي يسيطر عليها حزب الله اللبناني. الأمر الثاني المهم بالإضافة إلى ما تفضل به الضيف من بيروت، هناك إشارة مهمة أنه من أين جاء عراقجي. هو جاء من قطر، اجتمع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون للخليج، وكان هنالك تسريبات إعلامية عن لقائه مع مسؤولين أمريكيين بشأن التوافق حول شيء ما أو حول صفقة ما. لكن في نهاية المطاف دكتور محمود، هل يمكن التعويل على ذلك بالنسبة للجانب الإسرائيلي؟ لا أعتقد ذلك، لأنه إذا أنت بتذكر عندما تم
تم توجيه الضربة العسكرية الإيرانية في 14 إبريل، ماذا ردت إسرائيل؟ ردت صحيح أنها دمرت منظومة دفاع جوي S-400 محيطة بمنشآت ناتانز ليصار رسالة إلى الجانب الإيراني، لكن بموازاة ذلك في 19 مايو بعد شهر وخمسة أيام تم إسقاط أو لنقل سقوط طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي في ظروف غامضة، وعندما حدثت حادثة البيجر في 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 بيروت بدأ العدد من المسؤولين الإيرانيين المهمين الموجودين في مؤسسات صنع القرار وتم طرحه على وسائل الإعلام الإيرانية بأنه فعليا الرئيس كان يحمل بيجر ووزير الخارجية كان يحمل بيجر، وبالتالي تم اتهام إسرائيل بإسقاط طائرة إبراهيم رئيسي. بعتقد أنه ما زلت أقول أنه ما حدث من تصعيد الإيرانيين صعدوا إلى حافة الهاوية مع الجانب الإيراني والتراخي الإيراني، يعني أنت أول من أمس خطاب خامنئي تحدث بتصريح مهم قال لن نتأخر أو نتسرع في الرد، وهذا بذكرني بأغنية فيروز تعول تيجي، يعني شو هو طبيعة الرد الإيراني؟ يعني مش رح نتأخر ولا إحنا رح نتسرع، وهذا سوف يعطي ذريعة لإسرائيل لاستهداف ربما أهداف جديدة، لكنها لن تقف عند ذلك عند حدود ذلك، سوف تستمر باستراتيجية رأس الأخطبوط، نقل المواجهة إلى داخل العمق الإيراني، اغتيالات قد تكون نوعية، وحتى ما ورد في التقرير قبل قليل حول إسماعيل قاني نقطة أخيرة، يعني هنالك تسريبات تتحدث أنه لم يكن موجود في الضاحية الجنوبية، الناس بيقولوا أنه هو موجود تحت الإقلام الجبرية ويتم التحقيق معه بتهمة التجسس، هذا ما ورد على لسان المعارضة الإيرانية في الموجودة في الخارج، لكن تبقى هذه مجرد تكهنات في واقع الأمر، لكن نقطة مربط الفرس كما يقولون أنه إسرائيل سوف تستغل هذه الفرصة لمحاولة استهداف ربما شبكات الاتصالات العسكرية والاستخبارية الإيرانية التي تقوم بالتنسيق بين الجيش والحرس ووكلاء إيران وأذرعها الموجودة في المنطقة، استهداف أنظمة القيادة والسيطرة، هجمات إلكترونية، خوادم الاتصالات الموجودة في إيران، عمليات إلكترونية غير مسبوقة وقد تكون مؤثرة بشكل كبير جدا، عدا عن استهداف ربما إذا صدقت التحليلات الأمريكية عن استهداف منشآت نفطية إيرانية. نوجز هذا المحور الحقيقة للمشاهد الكريم الذي يتابعنا، إن رد الإسرائيليون على الصواريخ الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل إذن ليس هناك صفقة، إن لم يرد الإسرائيليون على الصواريخ الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل إذن هناك صفقة، صفقة يديرها الأمريكيون بوساطة دولة في المنطقة أيا كانت هذه الدولة، وبالتالي التعامل مع فكرة التهدئة، استيعاب الوضع، عدم خروج الوضع عن السيطرة، وهذا حدث في إبريل الماضي. أستاذ جوني، هنا سؤال يتعلق بعد هذا الحديث غير الودي ما بين رئيس الوزراء السيد نجيب ميقاتي وما بين وزير الخارجية الإيراني، اتصل ميقاتي بهوكشتاين في حوار هاتفي وعرض عليه أن لبنان ملتزمة بالحل الدبلوماسي، رد عليه هوكشتاين بالأمس وقال له ما عدا الحل الدبلوماسي مطروح. هذا رد يمكن أن يفهم منه أشياء كثيرة جدا في إطار هذه العلاقة. يعني واضح أعتقد أن هوكشتاين يعني كان وصلته أجواء زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت والطلب الذي يحمله، وأيضا أن الأمور متجال غير ناضجة باتجاه الذهاب إلى حل، وكأن هنالك رغبة لدى طرفي الصراع في لبنان، يعني لدى الإسرائيليين ولدى حزب الله، بجولة إضافية برية. حزب الله يراهن أو إيران تراهن من خلال حزب الله على معركة برية تشكل نقطة قوة حزب الله، يعني المشاة أو المواجهة البرية أو المواجهة بين المشاة، والتي شكلت هي باب عامل الانتصار في العام 2006. وهنا بالإضافة إلى أنه جرى مراكمة نوع من الأوراق في هذا الموضوع لناحية الخبرة في القتال في سوريا وأيضا إعادة التنظيم، وبالتالي كي لا ندخل كثيرا بالتفاصيل تراهن على المعركة البرية في جنوب لبنان من أجل التعويض عن الجولة الأولى التي أدت إلى ما أدت إليه. وفي المقابل على ما يبدو إسرائيل هي أكثر فأكثر الأجواء الصادرة منها أنه لا يمكن أن نكتفي بالجولة الأولى وبالتالي وبما حققته الضربات الجوية والإلكترونية والتقنية والتكنولوجية، لأنه لبنان بحاجة إلى أن تدخل المشاة إلى لبنان من أجل فرض أمر واقع جديد في الجنوب يؤدي بعدها إلى قرار جديد من الأمم المتحدة أو تدعيم قرار 1559، لأنه في مناسبة
17-01 لم يعد قائما أو مطروحا كما كان قائما، وبالتالي نستطيع أن نستنتج أن نفهم كلام أوكسين من هنا نحن ذاهبون باتجاه مرحلة تصعيد كبيرة قريبا في جنوبنا. لكن أستاذ جوني أنا أفهم المسألة بمعنى أنه لو هوكستين قال لميقاتي الحل الدبلوماسي ليس موجود، معنى كده أنه التوافق المفترض أننا نسأل عليه ليس لدينا معلومة بين الأمريكيين والإيرانيين، أنه الإيرانيون قالوا يعني دعونا نرد لكن لا يجب أن يكون هناك رد إسرائيلي، إذن إسرائيل لن تضرب إيران في مقابل أن إيران تصمت قليلاً على ما يقوم به الإسرائيليون في الداخل اللبناني. هذه لن تفهم إلا بهذه الطريقة، يعني الإسرائيل لن تضرب إيران وإيران ستصمت أو تغمض الطرف قليلا عما يحدث من قبل إسرائيل في حزب الله في إطار التصفيات والاغتيالات. أن تقول الصحافة الإسرائيلية مثلا أن الطائرات الأمريكية لن تشارك في ضربة على إيران لكن سيكون هنالك مساعدة تقنية، فهذا يعني أن هنالك ضربة على إيران وهذه الضربة ستكون موجعة لكن مدروسة، يعني بالدرس مع الأمريكيين، وبالتالي ضمن الخطوط الحمر التي وضعتها، خطوط حمر يعني العناوين التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في الوقت نفسه ستكون مؤذية. ولكن هذا لا علاقة له بالضربة في جنوب لبنان أو بالمشروع المطروح لجنوب لبنان ككل، لأنني أعتقد شخصياً أنه في حال أنه الحملة البرية وعلى ما يبدو القصف الحاصل في جنوب لبنان وأيضا في البقاع وفي الضاحية في جنوب لبنان يمهد لتحرك بري، بغض النظر كيف سيكون التحرك البري مباشر من الجنوب أم سيأتي التفافا من الجولان كما كان مطروحا لست أدري، لأنه أيضا جرى تحضير الساحة في جنوب سوريا يعني تحديدا في منطقة الجولان والمحيطة من خلال قصف وتعطيل الرادارات هناك، وعندما يجري تعطيل الرادارات يعني هنالك نية للتحرك وعدم كشف الإمكانيات أو الهجومية الإسرائيلية. وأيضا أنا أعتقد أن القصف في البقاع الذي لا يأخذ حيزا كبيرا في الإعلام هنالك نية من أجل أن تحصل إنزالات كما يقال في منطقة الجبال القريبة من بعلبك من أجل أن تطال المعبر المفتوح ما بين البقاع يعني معبر الخصير المفتوح ما بين لبنان وسوريا، وبالتالي المشروع المطروح للبنان من الزاوية الإسرائيلية بغض النظر إذا نجح أم لم ينجح مسألة ثانية، أنا أقول ما هو مطروح يتجاوز مسألة يعني مبادلة أو مقايضة، هو يصل إلى أن يكون مشروعا كاملا مطروحا للواقع اللبناني للمرحلة المقبلة، وعنوانه واضح تفكيك قدرات حزب الله العسكرية. دكتور نبيل العتوم في دقيقتين، في اعتقادك في توافق يعني في توافق ما بين المرشد وإدارته بين الحرس الثوري وما بين رئيس الجمهورية بعد خطبة الجمعة الشهيرة والتاريخية التي لم تأتي إلا بعد 4 أعوام من علي خامنئي؟ يعني احنا ما لاحظنا دكتور محمود حتى منذ انطلاق احداث 7 اكتوبر ومرورا بالازمه اللبنانيه انه عدم وجود دعني اسميه حاله من الانسجام بين مؤسسات صناعه القرار الايراني، هنالك مؤسسات دوله ومؤسسات ثوره، مؤسسات الثوره بمعنى المرشد والحرس الثوري الايراني في بدايه هذه الازمات كانوا يختبئون خلف مؤسسات الدوله، بمعنى انه كان الناطق الرسمي باسم الدوله الايرانيه بدا وكانه هو الرئيس الايراني الاصلاحي ومحمد جواد ظريف يتحدثون عن التهدئة وعن الأخوة الإنسانية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عندما تصاعدت الأمور ووصلت إلى حد تفكيك حزب الله اللبناني واستهداف قياداته بشكل غير مسبوق بدأنا نرى خطابا مختلفا مع التأكيد على أنه إيران لا تريد مواجهة شاملة، أيضا الاعتماد على ما يسمى بحروب الوكالة، وأنت يعني شفت ما رشح من تصريحات بعد لقاء ميقاتي مع عراقجي تتحدث عن أهمية جبهة ما يسمى بالمقاومة وجبهة الإسناد، وبالتالي هو في محاولة لإبعاد الخطر عن إيران، وهنالك كثير من التحليلات الإيرانية أنه في حال سقوط غزة وبيروت معنى أنه سوف نقاتل في شوارع طهران، هي تبقى هذه مصدات مهمة بالنسبة
بالنسبة للجانب الإيراني. حروب الاستنزاف هي مهمة لإيران، لكن هنالك ملاحظة مهمة إضافة إلى ما تفضل فيه الضيف قبل قليل. طبعا الضربة تخدم الدول الغربية بالمناسبة، يعني حتى الضربة الإسرائيلية، لأن هنالك عدم وضوح أو غموض في البرنامج النووي الإيراني، ومضي إيران نحو عسكرة البرنامج في ظل عدم وجود مفاوضات لغاية هذه اللحظة، ووجود وحالة من الغموض فيما يتعلق بطبيعة التقدم اللي حققته إيران. الأمر الثاني التحذير الرئيسي الأمريكي، وهي نقطة مهمة دكتور محمود، من ضرب المفاعلات النووية الإيرانية، معناه أن إسرائيل تمتلك الأدوات الفعلية، لا فقط طائرات F-35 بل القنابل ربما القادرة على تدمير التحصينات، ولا ما يعني ما صرح الرئيس الأمريكي بهذا الأمر، والرئيس ترامب دعا إلى ضرب القدرات النووية الإيرانية. بشكرك دكتور نبيل توم، شكرا جزيلا لك. أستاذ جوني منير، شكرا جزيلا أستاذ جوني. انتهت هذه الساعة، لكن تغطياتنا ومتابعاتنا مستمرة لكل ما يحدث على مجريات هذا المحور المشتعل، جنوب لبنان شمال إسرائيل. زميلي أحمد فارس يأتيكم بعد قليل.